انا وكيف اقول لك خذ وجهي معايا وجهي معايا لغات. اول استخدام للسكين يا ترى هتتكسر ولا لا؟ بص بص المايه بص المايه، لان احنا وقعنا شجره الموز فاحنا عايزين نجيب الموز نفسه علشان وصلنا للنهر. اوه ياه، الفخ ده ميزته انك تحطه في اي مكان هيصطاد بنفسه. اهلا بيكم، معكم محمد شاهين وعبد الرحمن بغوش. احنا دلوقتي في الغابة، مش معانا مية ولا اكل ولا غذاء ولا مأوى. دلوقتي احنا هنبدأ رحلتنا من فوق الجبل. فوق الجبل مفيش حاجة تتعمل، فوق الجبل معنا كده زحليق. فاحنا عشان نلاقي المية اللي احنا محتاجينها في الجو الحار ده، تجين ننزل من المكان العالي اللي احنا فيه. دلوقتي احنا في قلب الغابة، مختلف خالص عن المنطقة اللي احنا كنا فيها فوق. النباتات كلها بتطلع رطوبة كأنها عرقانة، العرق ده بيجي علينا. فيو دلوقتي بقى مقفول خالص. هنا شجرة موز، شجر الموز ممكن نشرب منه مية، هي كمان فيها موز، يعني احنا ممكن ناكل ونشرب من الشجرة دي. فعلى ما نلاقي مية يلا نقطع الشجرة دي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول استخدام للسكين، يا ترى هتتكسر ولا لا؟ دي كلها مصادر للمية، شايف المواد دي؟ ممكن تمتص منها المية والمعادن اللي فيها. بص بص المية بص المية، هنسيب دي فترة من الوقت، هنلاقي المية عمالة بتزيد بتزيد وترتفع، كل شوية هنشرب منها، فهي هتبقى مصدر متجدد للمية. الواحد ينفع يشرب بتاعه؟ دلوقتي أنا بجيب الموز، لأن احنا وقعنا شجرة الموز، فاحنا عايزين نجيب الموز نفسه علشان ناكله. سامعين صوت مية؟ أيوه. سامع صوت ده؟ زي شلال؟ ممكن حاجة فيها صوت مية. تعال نشوف. الصوت عمال بيزيد. في نقطة مية، يعني حتة صغيرة بصيص أمل في مية فعلا. مش عارف انتوا شايفينها ولا لأ، بس هو في شوية مية بتتحرك اهي في النص. أخيرا وصلنا للنهر. هنا مية. ايه يا اسطى اللي فيك ده؟ ده شوك. دي بذور بتشبط في الحيوانات اللي زينا عشان ننشر بذورها في اماكن بعيده فتنمو الاشجار في اماكن ابعد. احنا نقلنا الشجره من مكان عند النهر، هما نباتات ذكيه. انا كمان عندي شوك، ما اعرفش يجي منين ده.
تحسها نظيفة قوي. يا تحسها فريش. ايوه جدا. ميه طعمها حلوه. ايوه جدا. هي دي مهارات البقاء، انك تستمتع وتوصل لاماكن ناس كتير مش بتوصل لها. خلاص الدنيا هتليل، محتاجين نعمل ملجأ، نبني بيت. طبعا انا هستعين بالقوة البدنية بتاعتك العظيمة. انت شايف بص دراعي عامل ازاي ودراعك عامل ازاي ما شاء الله. هنحتاج القوة دي في بناء ملجأ. ايه المكان ده كويس اللي احنا بنشتغل فيه. عايزين بقى نعرف القواعد بتاعت البيت بتاعنا، نعرف نحفرها ولا لا. ياه حلوة. تعمل كده كده اسهل.
الشجره دي رفيعه قوي. حاضر. صغير اهو. ماشي. يلا بسم الله نجرب السرير سوا. يا قلبي يوم شاك يوم متعب. السرير ده لو وقع بينا الصخور تحت. تصدق مريح. هنتفرج على النجوم النهارده. لو مطرت ايه اللي هيحصل؟ في نباتات فوقينا اهي بتحمينا نوعا ما. ان شاء الله مش هتمطر شديد يعني. بس الجو شكله هيرطب جامد النهارده. في رطوبه. بعد 24 ساعة المية هي بقت صافية وصالحة للشرب وبتقول لك اشربني. طول ما انت سايبها هتلاقيها بتزود مية، تشرب منها تزود مية تشرب منها. تحفة. المفروض بقى ان احنا نولع نار دلوقتي. يبقى احنا لازم ننظف المكان ده عشان نولع نار جنبنا وممكن تدفينا وتحمينا بالليل. تمام. الارض دي كلها كانت مبلوله بالليل وكان في ميه ماشيه فيها، الميه كانت ماشيه تحتنا اصلا، فدلوقتي احنا محتاجين نعمل منصه ونولع النار عليها. انا هجيب من هنا بامبو مبلول لسه اخضر عشان يكون عازل عن الارض، وانت هتجيب بامبو وحطب على قد ما تقدر يكون جاف. تمام. على قد ما تقدر. بس خلاص كده تمام قوي. عزيزي المشاهد. شت. ودلوقتي هبدأ رحلة البحث عن البامبو الناشف. في بيض، لقيت بيض اخضر. متعبة جدا.
في واحدة جوز هند اهي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبي. عامل لك مفاجاه. ايه ده؟ شكله بتاع بط. بتاع بط اكيد. اه اللون ده بتاع بط. طيب قول لي هو فين، يمكن نلاقي بطه ولا حاجه. كده احنا معانا 2 بيض و2 كوكونات، فاضل كده ان احنا نولع نار. هنعمل بقى منصه على قد الحته دي مثلا، نحط عليها النار. نلم لحاق البامبو عشان نولع بيه نار. القش الجاف ده احتمال كبير انه يولع نار. هنضرب دي طويلة قوي. دلوقتي احنا هنحاول نولع نار باحتكاك البامبو. اول حاجة نجيب مواد جافة وهشة نفتفتها على صخرة. دي بدأت تتحرك. يلا اضغط ودي اهي. يلا ما تقولش اوه، خد نفس جامد، اضغط ودي عليا بسرعة. يلا يلا هتيجي هتيجي، اضغط جامد اضغط جامد، بقول لك خد ودي معايا ودي معايا واضغط. ما تضحكش، ضحكت ليه؟ عاش عاش يا بطل. يلا بقى يلا بقى، اخيرا اخيرا يا بنتي. دي الكوكنطايه بتاعتي، نحط فيها البيضه عشان نسلقها. هنحط البيضه ونقفل عليها ونسلقها جوه. البيضه دلوقتي بتتسلق جوه الكوكونات. هندوق كوكونات بطعم البيض. بيض بطعم الكوكونات. وبيض بطعم الكوكونات زي ما انتوا عايزين يعني. اوه مان. بصوا يا جماعه، الخشب اللي احنا كسرناه وقعدنا نشتغل فيه، النار بدات تشبط فيه. دي حاجه كويسه، المجهود اللي بذلناه جاب ثماره.
انا حاسس البوق بيتشوي. تعالى جنبي هنا، تعالى هنا. يلا نشوف البيض اتسلق ولا لا. اوه بص البيضه، البيضه فرقعت من كتر السليق. بص 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 يا حلاوه يا اولاد، ده احنا هناكل اكل. هنطلعها ازاي بقى؟ مش عارف. ممكن اساعدك؟ لا انا بحب اعتمد على نفسي كده. خلاص طلعناها، سيبها بقى تبرد بعيد عن النار. يا سلام، البيضة شكلها حلو قوي يعني. تعرف تاكل بيض برضه؟ اكلت قبل كده. تصدق دسم؟ دسم؟ دسم زي البط. تحس ان هو تقيل. يعني دسم. هو في بط هنا. ما احنا جايبين بيت بط ده؟ هي قريبة. احنا جايبينه منين؟ هي قريبة. ايوه في بطة. بيت البطة جاية منين؟ من عند البطة. احنا بكرة هنحاول نصطاد البطة. اروح معاك في المكان بتاعها وننصب الفخاخ لعل وعسى نجيب البطة. والله حلو. جربوا بيض البط اللي في الطبيعة هيعجبكم. وجوز الهند مديها مذاق برضه؟ مديها طعم يا جوز الهند جواها. لذيذة وسخنة. انا شربتها قبل كده ساقعة، بس يعني أول مرة أجربها سخنة. ايه البرد ده يا جدعان؟ ظهرك كويس؟ ظهري؟ وفي حاجات بتقرص في ظهري. انا في حبايه كده طالعه من هنا. الرطوبه كانت في كل حته مغرقانا. نايمين على المله. صباح الورد يا باشا. صباح الفل.
عقبال نربط بيها الفخر. بس هنخليها مش واسعة او مش ضيقة او تحس ان هي تخرج مية، ولما السمك يخش فيها ما يخرجش منها. وده فخ السمكية. الفخ مش معتمد على طعم يتحط ولا اي حاجة ولا ريحة، ولكن هو معتمد على اندفاع المية، ان هي تخش جوه والسمك هيخش معاها طبعا لانه نازل مع المية. فطبعا اندفاع المية هيخلي السمك جوه مش هيعرف يخرج، وهي مقفولة من الجنب الثاني مش مفتوحة. ايه يا ريس، جبت حاجة؟ بسم الله ما شاء الله. ايه الكلام اللي بيلعب ده؟ الله الله الله. بصوا ولاد الذين، عارفين مكان المية رايحين لها. الله اكبر عليك، دي باتت؟ لا صاحية. بص بص، رايحة المية، رايحة المية بنت الذين. يلا يلا روح للنهر، روح للنهر. بيعض ولا ايه؟ لا، الزعنفه ليها عظمه بيشوك. ده الفخ بتاعنا ان شاء الله، هو القطعة دي بس. كده الفخ قرب يجهز، فتحه في النص، فتحه هنا، فتحتين هنا، نفتح فتحه دي كمان. هو ده الفخ اللي هيصطاد البطايه ان شاء الله. الفخ ده ميزته انك تحطه في اي مكان هيصطاد بنفسه، مش هيعتمد على شجره تشد
هو بيشد من نفسه. احنا فتحنا دي فتحة صغيرة علشان نحط فيها الطعم اللي احنا هنستخدمه. هندخل دي بقى. هنبدأ نثبت دي في الفتحة دي بطريقة العاشق والمعشوق. الاثنين هيعشقوا في بعض. او بيسموها شحط. الجزء اللي تحت خفيف من بامبو جاف. الجزء اللي فوق من بامبو طري. هنجهز الفخ تجهيز اخير. نفتح الفتحة. كده الخانق. شفتوا? البطاية اتهرست جوه. يلا نجرب الفخاية عشان نصطاد البطاية. ده جماعة الطعم اللي هنستعمله هو عبارة عن مصارين. ممكن برضو ناخد الدماغ دي نجذب بيها شهيتها نعمل ريحة قوية. يا عبد الرحمن قول لي بقى فين مكان البطاية عشان نحط الفخاية. انت لقيت البيت فين؟ لقيته هنا. نعمل الفخ هنا. احنا عشان جنب النهر البطة حاطة البيت بتاعها قريب من النهر لان البط طبعا بياكل سمك. احنا بقى عشان نجذبها نحط لها طعم هنا. ندخلها بقى دلوقتي رأس سمكة بحيث ان هي لما تيجي تاكل هتحب تاكل جوه هنا والبطاية هتكون مزنوقة. نبدأ بقى نموهه شوية نخليه تبع الطبيعة اللي هو فيها قد ما نقدر. بس دلوقتي احنا قربنا للمغرب فعايزين نشوف الفخ بتاع البط جاب بط ولا لا. في حاجة لونها لون الطبيعة هناك اهي. فيها ريش. شايفها? اهم حاجه الكبد شكلها استوت. ان شاء الله استوت. يلا نبدا بالسمك. بسم الله. بسم الله. السمك بسيط ولذيذ. عامل طعمه زي اللبن الدسم. شايفين الدهن? اوعى الدهن. انا بحب الحاجه الدسمه جدا. طبعا ظاهر ليه عشان جسمي اصلا محتاج ده. لازم فيه ان هو ما فيهوش لا ملح ولا اي حاجه وطعمه جميل. حاجه بقى من الطبيعه ولسه فريش. دي الكبده. دي البطه. والله الكبده لذيذه.
دي المعده معدتها ضخمه. تصدق لقيت في معدتها زلط؟ والله اه والله الظاهر يعني كانت زلط ولا مش عارف. مستويه كويس. جميل. طبعا معروف البط عشان بيقعد في الميه ساعه بيكون دسم برضه. مستويه كويس. بس رميها في النار مع الجلد ومع الشعر خلى اللحمه تتحفظ يبقى طعمها حلو. ايوه. والشعر اتحرق. ما توقعتش ان هي باللذاذه دي. معروف البط بيحتاج سوا كتير واللحمه بتاعته ناشفه شويه عشان كده لما يقل اكتر السمكه حاسس ان هي سهله في المذاق. حته الكبده دي ليا 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 ليا. كان صعب قوي ان احنا نعرف نلاقي اكل بسهوله من اول يوم. وتاني يوم ما كانش موفق قوي عدى بسرعه. تالت يوم انجزنا فيه موضوع الاكل. انا اشوف لك حته كده حلوه. البامبو هو حاجة ممكن تعمل بيها كل حاجة، ممكن تشرب منها، ممكن تاكل منها، ممكن تصطاد بيها. بشكر طبعا عبد الرحمن، من غيره ما كنتش هعمل حاجات كتير قوي. قبل كده ما كنتش اقدر ان انا اجي المكان ده لوحدي، هيديني الجرأة بعد كده ان انا اقدر اطلع لوحدي اعمل اي حاجة لوحدي في الغابة. اكتر حاجه هفتقدها في المكان الجميل ده هو النهر ده. اكيد في مصب النهر ده هنلاقي ناس، فهنمشي مع مسار النهر. يلا بينا. الغابه اللي احنا فيها مليانه عناكب سامه. اوه ماي جاد، ايه النوع ده؟